الأصل التاسع والخمسون: الله جل وعلا مدح الموفين بالنذور، يوفون بالنذر، وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. فتعليقه على علم الله عز وجل، العلم الذي يترتب عليه الجزاء مع ختام الآية وما للظالمين من أنصار، يدل على أن النذر عبادة، من صرفها لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله شركا أكبر. فلا يجوز أن يقول العبد نذر علي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو نذر علي لجبريل أو لأبي أو لأمي أو لأي مخلوق.